السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة فكرة فنان، ومع فيديو جديد وفكرة جديدة مع بعضنا النهاردة إن شاء الله. الفيديو بتاعنا النهاردة إن شاء الله هنشرح فيه فكرة جديدة وفيديو جديد بإذن الله، ومش هنطول عليكم ونبدأ الفيديو على طول. اهلا بكم يا جماعه، في الفيديو بتاعنا النهارده هنشرح لحضراتكم طريقه عمل جزء من اجزاء المناظر الطبيعيه اللي انتوا بتشوفوها حضراتكم، سواء لشغلي او لشغل حد تاني، وهي عمل البندوره يا جماعه. البندوره اللي هي نظام الحاجز اللي بين المكان نفسه وبين المنظر او البحر اللي انتوا بتشوفوه حضراتكم. وطبعا البندورة برضو قبل ما نشرحها نوريها لحضراتكم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، تمام. هنشرح لحضراتكم الشكل اللي انتوا شفتوه بكل سهولة وبساطة ان شاء الله. طبعا انت تقدر تاخد مقاساتك في الاول، انا طبعا هنا هشرح على طول عملي، تمام. انت حضرتك تقدر تاخد مقاس البندورة ومقاس الارضية وتخططها بالرصاص او بالتباشير وبعد كده تشتغل عليها. انا طبعا هشتغل على طول، وتقدر ان انت تشد تب برضو مفيش اي مشاكل. هنا يا جماعة أنا هشتغل على طول معاكم في الفيديو، دي قطعة خشب عدلة أو مسطرة وتقدر إن أنت تشتغل بيها، تمام يا جماعة. وأنا طبعا هنا أشتغل مع حضراتكم شكل البندورة. طبعا احنا هنا مش هنعمل جنب كامل او منظر، احنا هنا بس انا بديلك الفكرة والبساطة اللي بتخليك تعمل حاجة زي كده بكل سهولة يا جماعة، تمام. فانا هنا البندورة عندي عبارة عن خط رأسي، تمام تمام يا جماعة، خط رأسي وخط مايل، تمام، او خط بعدي، تمام يا جماعة، خط رأسي وخط بعدي. الخط البعدي دايما بيبقى اقل يا جماعة، تمام، الخط البعدي بيبقى اقل، تمام. فانا هنا ولتكن انا هعمل المقاس ده كده بالشكل اللي شايفينه حضراتكم كده. انت تقدر طبعا تحط مكان اللي انا عملته ده لزق 5 سنتي وتشتغل براه من هنا ومن هنا. الشكل اللي انتوا شايفينه حضراتكم ده بالنسبة لي هيبقى الخط البعدي. طبعا انا هعمل اللي هو الخط الرأسي اللي هو هنا كده، وده هيبقى خط البعدي، طبعا هيبقى اكبر شوية زي ما شايفين حضراتكم. طبعا ان شاء الله الفيديوهات بتاعتنا هتبقى في قمة البساطة في الشرح عشان الكل يستفاد منها. هنحاول ان شاء الله على قد ما نقدر ان احنا نبسط لكم في الشرح من هنا ورايح باذن الله علشان الكل يستفيد يا جماعة. انا هنا اقدر اخد مقاساتي في الاول، انا شغال من غير مقاسات، بس انا زي ما قلنا انا بديك الفكرة، تمام يا جماعة. انا اقدر هنا الزق لزق 5 سنتي وهنا اشبر من هنا ومن هنا، هيطلع واشيل اللزق يا جماعة يطلع معايا الشكل ده عادي خالص مفيش اي مشاكل، وهيبان لحضراتكم دلوقتي. انا هنا بالنسبة لي يا جماعة انا في هنا نقطة تلاشي وهمية هشتغل عليها، تمام يا جماعة. احنا زي ما قلنا دي اللي هتبقى البندورة، وهنا هيبقى في بلاط هعمل لحضراتكم نقطة تلاشي الوهمية ولتكن هنا، تمام يا جماعة. دي هتبقى نقطة وهمية هاخد عليها الخطوط بتاعتي، تمام. انا هنا البندورة اهو هشتغل عليها ولتكن كده اهو، خط البعد ده يا جماعة، وده الخط الرأسي بالشكل اللي انتوا شايفينه حضراتكم اهو. تمام يا جماعة بدأت تتجسم معانا زي ما انتم شايفين حضراتكم، تمام. هنا برضو احنا بقولنا وهمية، يعني انا مش شرط ان انا اوصل لها، ده الشغل الخط النقطة دي نقطة وهمية يا جماعة اهو.
فبيطلع شكل البندورة باللي انتوا الشكل اللي انتوا شايفينه حضراتكم. طبعا البندورة بتبقى الجزئية دي الضوء جاي من الخارج، جاي من المنظر نفسه الطبيعي اللي هيبقى موجود، فالمكان ده هيبقى مضيء والمكان ده هيبقى أغمق، فطبيعي إن احنا لازم نغمق الجنب ده بالشكل اللي انتوا شايفينه حضراتكم كده. تمام يا جماعة، ونبدأ طبعا ندي ظل خارجي كده، الظل هيبقى على الأرض نفسه لأن دي أرضية، وهنبدأ نعمل البلاط يا جماعة. مع البلاط برضه هيتصل بنقطة التلاشي الوهمية. تمام يا جماعة، بالشكل اللي انتوا شايفينه حضراتكم كده. الشكل اللي انتوا شايفينه حضراتكم كده بدأ البلاط بتاعنا يظهر. طبعا لو هنقسم البلاط خطوط بقى افقية هيبقى البلاطة دي اصغر والبلاطة دي اكبر، وهكذا كل ما تروح تكبر معانا عشان يدينا البعد بتاع المنظر. الشكل اللي انتوا شايفينه حضراتكم كده بدأ يدينا البعد. هنا البلاطة دي بتبقى أكبر طبعا عشان يدينا إن ده بعيد وده قريب يا جماعة. تمام، بالشكل اللي انتوا شايفينه حضراتكم كده ظهر معانا البعد. ايه السر يا جماعة في ان ادانا البعد اللي انتوا شايفينه حضراتكم؟ ان انا شغال على نقطة تلاشي وهمية في الخطوط البعدية وفي الخطوط بتاع الارض بتاعتنا، لكن دي يا جماعة بتعملها خطوط رأسية عشان تديك ان دي بندورة واقفة كده، ودي الخطوط البعدية بتدينا البعد او التخانة بتاع البندورة. تمام يا جماعة، وبنرسم طبعا المنظر بتاعنا من فوق، وبعد كده بتبقى البندورة والأرضية نفسها البلاط طبعا بتبقى تحت شوية. بس احنا الفيديو بتاعنا النهاردة بنشرح فيه السر أو خطوات طريقة عمل البندورة مع الأرضية بالأبعاد يا جماعة، لأن لو أنت ما اشتغلتش على الأبعاد أو على المنظور أو على نقطة التلاشي اللي أنا باخد منها المنظور بتاعي مش هيديك نفس الشكل ده يا جماعة. تمام، مش هيديك نفس البعد. طبعا البعد لازم طبعا كل ما بروح بتصل بنقطة التلاشي او بتاع المنظور بتاعتي عشان تدينا المنظر ده، وببدأ البعيد بيبقى صغير والقريب كل ما يروح يكبر بيدينا الشكل اللي انتوا شايفينه حضراتكم كده. طبعا دي خطوة كانت صعبة على ناس كتير، انت تقدر دلوقتي ترسم اي منظر طبيعي وبتدخله مع شغل الارضية او البندورة والارضية، والمنظر الطبيعي طبعا بتاعنا بيبقى فوق هنا يا جماعة. تمام، بتعمل طبعا سحابة، بتعمل بحر هنا، بتبقى طبعا خط التلاشي او خط النهاية اللي بيبقى بين اللي ما بين السماء والبحر. تمام، هو دوات اللي احنا بنوصل بيه الخطوط بتاعتنا، وبيبقى البحر هنا طبعا والسماء فوق يا جماعة، وهنا ده الخط الفاصل بين السماء والبحر زي ما شرحناه لحضراتكم في شغل كتير. بتعمل المنظر بتاعك وبتضيف طبعا عناصر كتير براحتك، بتضيف جبل، بتضيف اي حاجة يا جماعة انت عايزها، مفيش اي مشاكل. طبعا دي حاجة على السريع عشان تدينا الوضوح بتاع الشكل بتاعنا. تمام يا جماعة، انت بتشتغل طبعا ده كله بألوان، بعد كده بتشتغل الكلام ده كله بألوان. انا هنا حي على السريع بدون اي تفاصيل، طبعا انت بتشغل الدنيا دي كلها بالوان وبتفاصيل. ويكون المنظر وبعد كده البندورة بتاعتك. تمام، وبعد كده الارضية. انا الافادة بتاع الفيديو بتاعنا والشرح اكيد وصل للناس كلها،
اللي هو ازاي تشتغل المنظور بتاع الأرضية والبندورة، وازاي تجسم بالشكل اللي انت شايفه حاضر. تمام يا جماعة، وده سر من أسرار رسم المناظر الطبيعية، ويا رب يكون الكل استفاد معانا إن شاء الله. وعاوزين لايك ومشاركة الفيديو تشجيعا لنا، واللي مش مشترك في القناة يدوس اشتراك ويفعل زر الجرس على الكل علشان أي جديد يوصل لكم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.